استقبلت المهرة البحرينية السعوديين الذين توافدوا إلى دولة البحرين برقصة العارضة، وأظهرت مقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة المهرة البحرينية وهي ترقص العارضة السعودية ترحيبا بالسعوديين الذين توافدوا إلى بلدها البحرين بعد سريان قرار فتح المنافذ البرية بين البلدين. ووثق مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع أداء الفنانة البحرينية للرقصة الوطنية السعودية بامتياز، وهو ما لفت انتباه المعلقين الذين أشادوا برقصها. وعلقت الفنانة البحرينية على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في سناب شات: أعتذر جدا بسبب الأوضاع، نطرت نسكر والمجمع يسكر علشان أنزل العرضة، وقبل الزحمة وقبل الكل أحب أرحب فيكم، أكون السباقة، حي الله عمامي وعماتي. وشهد جسر الملك فهد يوم أمس توافد في أفواج كبيرة من المسافرين السعوديين تزامنا مع قرار السماح بالرحلات الدولية.